على وجبة كرة قدم حضر الفيفا للسعودية لترويج حملته لكأس العالم القادمة والتي ستقام في جنوب أفريقيا هذا العام، حيث جاء ذلك بحضور العديد من محبي كرة القدم وجمعا من الصحفيين. اعتقد ان زي ما كنا بنتكلم النهارده في المؤتمر ان كره القدم رياضه عالميه، والشباب السعودي اعتقد ان هم هيتابعوا كاس العالم بشغف زي ما بيتابعوه كل سنه، وزي ما بيتابعوه لما كانت السعوديه في كاس العالم، زي متابعتهم برضو للدوري الممتاز الانجليزي. فكره القدم كرياضه عالميه اعتقد ان الشباب السعودي هيزال يتابع كاس العالم ان شاء الله في جنوب افريقيا. يعني قدم في هذه الحملة التعريف بكل ما يخص بطولة العالم القادمة والتي سيشارك فيها أقوياء الكرة في العالم بعد تأهلهم إلى هذا النهائي، حيث ستغيب هذه المرة الكرة السعودية عن هذا الحدث. كنا نتمنى المنتخب السعودي يكون كعادته في نهائيات كأس العالم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. المشكلة محمد مو بس المنتخب السعودي، حتى المنتخب المصري الشقيق له وضعه جماهيريته في الشرق الأوسط ومع ذلك لم يوفق. الحملة لا شك أنها ناجحة وهادفة بمعنى الكلمة، ونتمنى استمرارها. أصحاب البلد المنظم أكدوا أن البطولة القادمة ستكون قوية، حيث أشادوا بحب العرب لكرة القدم ومتابعتهم لها. الحملة كانت جيدة، وأتوقع أن يكون كأس العالم هذه المرة من أقوى البطولات. الجماهير السعودية والمصرية ستعوض منتخباتها، فهي جماهير عاشقة لكرة القدم، وهذا سيجعل الحملة ناجحة. غياب الكرة السعودية عن المونديال القادم وحضور المنظمين للترويج عنها أكد مكانة الجماهير لديهم، ومن خلال هذا الحضور أكد للكرة مكانها، فالجماهير الكروية لن تغمض عينيها عن مشاهدة عمالقة الكرة في العالم. محمد دماس، العربية، جدة.